السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء. هذا درس عن الدوران والحركة الدائرية، حركة هامة موجودة في حياتنا، من دوران عجلات السيارة ودوران أجهزة التي تعمل بالموتور، وأجهزة كثير في حياتنا في البيت وخارج البيت تعمل بالموتور. فالدوران حركة مهمة جدا. هنبدأ النهاردة، هنعمل حاجة واحدة في الفيديو النهاردة، وهو الدوران في المستوى الإحداثي حول نقطة الأصل. الدوران في المستوى الإحداثي حول نقطة الأصل. ولما نتكلم عن الدوران، أي شكل يا جماعة اللي أنتم شايفينه ده مثال واحد، دوران شكل في المستوى مثلث لما يدور حول نقطة B. وهنا هنستخدم الأدوات الهندسية، سوف نفرد له إن شاء الله فيديو خاص له. أما في هذا الفيديو سوف أتحدث عن الدوران في المستوى الإحداثي، وسوف يقتصر الشرح عن الدوران حول نقطة الأصل بزوايا 90 ومضاعفاتها، يعني 90 180 270 وهكذا. وسوف ندرس هذا الدوران كقانون. فالنقطة X وY، أي بوينت X and Y لما تدور بزاوية 90 حول نقطة الأصل، ما يحدث؟ يحدث تبديل بين الإحداثيات، يكون Y و X، ثم نغير إشارة المقطع X اللي هو الإحداثي الأول. يعني مثلا النقطة 2 و3 عندما تدور حول نقطة الأصل بزاوية 90 تكون سالب 3 و2. ما يحدث أننا نبدل 2 مكان 3 أولا، أو 2 و3 ثم نغير إشارة العدد الأول. أما الدوران حول نقطة الأصل 180 هو تماما انعكاس في نقطة الأصل. والانعكاس في نقطة الأصل يا أبنائي لأي نقطة X و Y يكون سالب X وسالب Y. إذن الدوران ب 180 أي نقطة X و Y ستكون سالب X وسالب Y. أما الدوران حول نقطة الأصل ب 270 يتم تبديل الإحداثيين لكن تتغير إشارة الـ Y. بمعنى لو عندي نقطة مثلا، أي نقطة 3 وسالب 2 مثلا، عاوزين ندورها روتيشن أباوت ذا أوريجين و 270. أول حاجة عاوزك تعملها تبدل العددين مع بعض، حط سالب 2 هنا والثلاثة هنا، ثم تغير إحداثي الثاني، الثلاثة دي تغير إشارتها تخليها سالب. شوف قد الامور سهله. طيب نقطه تانيه وليكن سالب 5 وسالب 4، عاوز اعمل لها دوران حول نقطه الاصل وبزاويه 270 ايضا. نبدل الاول عشان عاوزك تعمل حاجه واحده عشان ما تشغلش نفسك، تبدل احداثيات ثم تغير اشاره الثاني وتصبح سالب 4 و5. هذا هو الحل. جدير بالذكر يا ابنائي، عندما نقوم بدوران اي شكل حول نقطه الاصل فان كل راس من رؤوس الشكل يدور نفس الدوران، ويعني يتم عليه نفس اجراء الدوران. يعني الدوران مثلا بزاويه 90 حول نقطه الاصل يتم لكل راس، ثم نصل الرؤوس او الصور جديده ببعضها فتكون هذه صوره الدوران. اي نقطه يا جماعه بنكتب احداثيات الرؤوس اولا A B C D، ثم نكتب احداثيات الصور زي ما انت شايف الدوران 90. شوف عمل ايه، بدل 3 مكان 5 وغير اشاره الاكس، يعني بدل 1 و7 وغير اشاره الاكس. الاكس اقصد بيها ده، مش هنقول عليه واي خلاص لان بعد ما تبدل اصبح اكس فاليو، فده الاكس. وهكذا بعد ما تحدد الصور ايه، ده شرطه بي شرطه سي شرطه، بتروح ترسمها وتوصلها على الرسم. تعالوا نحل مع بعض، حاول أن تحل. رؤوس المثلث XYZ هي X Y و Z التي أمامك، حدد رؤوس المثلث XYZ بعد الدوران 180 و0. الـ A يا جماعة بنكتب كل نقطة X سالب 4 و7، آسف، بتكتب الإحداثيات عندك كلها Y 0 و8، والنقطة Z 2 وسالب 1 أو Z، ونبدأ نجيب الصور بتاعتها X برايم and Y برايم and Z برايم. أوكي، الدوران قلنا ب 180 بيعمل إيه، بيضرب النقطة في سالب واحد، فأنت هتغير الإشارات هنا تبقى 4 وسالب 7. سهلة جدا. ال Y برايم هتكون 0 وسالب 8، أنتوا عارفين الصفر مالوش سالب، هو نفسه السالب هو الموجب. ف و2 وسالب 1 بتكون سالب 2 و1. هذه الصور، هذه النقاط بدوران حول نقطة الأصل 180. أما الدوران ب 270، يلا نعمله تحت. الدوران ب 270 بيحصل إيه؟ هنا بي ناخد نقطة مثلا X نيجاتيف 4 and 7، بعد الدوران هتكون X برايم. الدوران ب 270 قلنا إيه؟ نبدل الأول، نبدل X مكان Y، نكتب 7 سالب 4، بعدين نغير إشارة التاني نخليها موجب 4. تخيل قد إيه الأمور سهلة. ناخد نقطة كمان Y مثلا، الواي 0 و8،
بعد الدوران ب 270 بتكون واي برايم، بدل الثمانية والصفر. طبعا يا جماعة الصفر ما فيهوش سالب، فتصبح 8 وصفر. صفر و8 تصبح 8 وصفر، تعالى اوريها لكم. صفر و8 موجوده هنا تصبح 8 وصفر هنا في هذا المكان، دي صفر و8 على محور واي تصبح 8 وصفر على محور اكس، فكده لفت معانا 270 درجه 93. شوفوا قد ايه ده المثال كتطبيق على الدوران. دعونا ناخذ المثال التالي. هل تستطيع إيجاد مجموعة من الانعكاسات المتتالية تنتج عنها نفس صورة الناتجة من الدوران؟ في هذا المثال نستعرض انعكاس شكل على خط مستقيم، ثم انعكاس الصورة على خط مستقيم يتقاطع مع الخط المستقيم الأصلي، وده الحقيقة بينتج عنه الآتي. لو الزاوية دي ثيتا يا جماعة بين الخطين، فهنا كان الخط هنا كانت هنا نص ثيتا أو نص درجة، وهنا نص عشان الدوران. فالحقيقة يا جماعة اللي أنا عاوز أقوله إن الدوران حول أو تركيب انعكاسين حول خطين متقاطعين يكافئ دورانا بزاوية ضعف الزاوية بين الخطين. يعني خلينا نشرحها بشكل أفضل. يعني كانت الزاوية بين الخطين هنا واي، فالدوران هنا يكافئ دبل واي، 2 واي. الزاوية دي طبعا في هنا نص واي، هنا في نص واي علشان الريفليكشن اللي بيحصل طبعا بين الخطين بين الشكلين، فبينتج الزاويه الواي هنا زي ما انتم شايفين نص اكس، او ممكن اقول اكس هي 2 واي. اوكي، ده تركيب انعكاسين على خطين متقاطعين. اوكي، اذا يا شباب لفظيا الدوران هو تحويل هندسي يتم فيه تدوير كل نقطه من نقاط الشكل الاصلي حول مركز الدوران بمقدار زاويه الدوران. اي دوران هو تركيب من انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين. هذا أي دوران، يعني أي دوران أو روتيشن هو تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين وليس متوازيين. أوكي يا جماعة، إذا يا جماعة روتيشن بزاوية إكس وبي لأي شكل إيه هو تركيب 2 ريفليكشن آر وآر ريفليكشن للشكل إيه حول بي. ما هو بي؟ يساوي بي طبعا صورة الدوران، صورة الشكل يعني إيه أصبح بي، بحيث ان دايما زاويه الدوران هي نص الزاويه اللي حصل فيها انعكاس. نستطيع الان التمرين على اي سؤال او الحل اي سؤال المستوى الاحداثي. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي اتكلمت عن الدوران ب 90 و180 و270 فقط، طبعا ما فيش دوران ب 360 لان الشكل بيرجع لنفسه، او في دوران طبعا لكن الشكل هيرجع لنفس اصله مش هيتغير الدوره الكامله. هنا بيديني طبعا في الاول ده دوران في المستوى ده، عاوز مهاره قلنا هنعمل لها فيديو خاص. في التمرينين 7 و8 اوجد احداثيات الصوره دي يا جماعه. احنا قلنا الدوران ب 180 حول النقطه الاصل، نضرب النقطه في سالب واحد، فدي هتبقى سالب 2 و9. دي الاتش هتكون 1 وسالب 3، سهله جدا جدا من الاساس نكتب اتش شرطه او جي شرطه. المثلث تريانجل اكس واي زي افتر روتيشن، يعني دي بنقراها صورة المثلث اكس واي زي بعد الروتيشن 90 وصفر على نقطة الاصل للشكل كذا. في التمرينات ارسم الشكل وانشئ محوري الانعكاس بحيث يتم تركيب انعكاسين. برضه هنعمل التمرين ده ان شاء الله عملي على المستوى الاحداثي ان شاء الله. انا يهمني النهارده بس في فيديو تعرف قوانين اللي بتعمل يعني دوران اللي هو ملخص اللي قلناه النهارده يا جماعه. خلينا نقول مساله دي ودي عشان نعرف يعني ايه دوران حول نقطه الاصل بزاويه 90. الدوران حول نقطه الاصل يا جماعه بزاويه 90 يتم تبديل الاحداثيات وتغيير الحد الاول. فمثلا ناخد مثلا نقطه اي، مثلا هتبقى اي شرطه. بعد دوران ب 90 حول نقطه الاصل بدل، حط 8 وسالب 2، بدل الاول، بدل ما تشغلش نفسك وتعمل حاجتين في وقت واحد، بدل الاحداثيات الاول وبعدين غير احداثي اكس. شكرا، خلاص امور سهله. ده الدوران ب 90، ابدل الاول اكس مكان واي واغير اشاره الاكس. طيب الدوران ب 270 هنبدل ونغير اشاره الواي، يعني واي برايم، يلا نبدل نحط سالب 2 وهنا 4 واغير اشاره تاني واحد. شكرا، خلاص لازم تبدل الاحداثيات الاول. اما ب 180 مفيش تبديل ولا حاجه، بس اضرب في سالب، فالاس هنا بدوران 180 حول النقطة الأصل ستكون 2 و6، هنا التي مثلا ستكون
خمسة وسالب ثلاثة وهكذا، اليو هتكون سالب واحد وصفر، لأن الصفر سالبه مثل موجبه، ليس له سالب أو موجب. الدوران ب 360 قلنا تبقى الشكل كما هو، فأنت هتنقل النقاط دي كما هي، ما تغيرش فيها أي حاجة. أن الدوران ب 360 كما تعلمون دورة كاملة، كل نقطة بترجع لأصلها تاني باعتبار الزاوية المركزية للدائرة هي 360 درجة. شكرا جزيلا، وأراكم في الفيديو التاني إن شاء الله، هنعمل فيه الدوران عمليا بالأدوات الهندسية. شكرا جزيلا، وأراكم على خير.